صراحه هلا عم بحكيك انا، بس انا هلا حاليا مشتاق لعرجس، عبالي كثير اعمل عرجس، انا صار لي زمان ماني عامل عرجس، ما ان 6 مرات عرجس يعني، كتر خير الله انه قضينا بس بفخت الدولاب وحده، مع انه كنا مخففين يعني، احنا من بعد ما انسحب روجي عرفنا انه خلص عنا بيس كثير منيح، كان عن تقريبا نص دقيقه على الباقيين، عرفنا انه الله راد من امن هالشيء، وهذا اللي صار، بس كتر خير الله يعني، كان بس فخت صغير باخر المرحله، خسرنا تقريبا بركي شيء 14-15 سنة. برهنا انه انا كوبيلوتي مارك الفريق كله شخصا كل فردا طبقوا يعني، مش بس سريعين ومنفكر، كان في ناس عندها شك يمكن قبل، برهنا انه كتير منيح، رالي كان كتير طويل 12 مرحله يمكن ما بعرف شيء كتير طويل، مع انه مراحل قصار بس 12 مرحله عن جد فيزيكلي يعني عن جد تعبنا كتير، بس كتر خير الله وفقنا بالاخير وبدنا ناخذ مركز اول.